إلى مدينة معلولة التاريخية التي لم تنطفئ منها شعلة الإيمان رغم كل الدمار الذي أطاح بالحجر والبشر، إلى دير مرتقل البطريركي وصل صاحب القداسة إيريناوس بطريرك الصرب برفقة صاحب الغبطة يوحنا العاشر زيارته الرسمية السلمية إلى كنيسة أنطاكيا. وسط استقبال شعبي معلولي، استقبل رئيس دير سيدة معلولة البطريركي قدس الأرشمندريت مترز ومدير المنطقة السيد سامر الشعراني والأخوات الراهبات وأهالي معلولة صاحب القداسة البطريرك إيريناوس وصاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر صعودا إلى كنيسة الدير وسط قرع الأجراس ونسر الورود وزغاليد النسوة، فبدت معلولة كأنها في عرس أنطاكي صربي. في كنيسة الدير أقام صاحب القداسة البطريرك إيريناوس وصاحب الغبطة يوحنا العاشر صلاة الشكر في الكنيسة بحضور رئيس دير مارسلكيس وباخوس للروم الملكيين الكاثوليك قدس الأرشمندريت عبدالله الحمدية والقائم بأعمال السفارة الصربية في سوريا سعادة السفير ميلان فياتوفيتش، وفعاليات وحشد غفير من المؤمنين ضاقت بهم أروقة الكنيسة. وألقى رئيس الدير قدس الأرشمندريت متى رزق كلمة ترحيبية قال فيها: إن حضوركم اليوم يا صاحب الغبطة في رحاب معلولة وبين أبناء هذه المدينة المؤمنين وفي ربوع دير القديسة تقلى الذي يعتبر أهم المعالم الدينية والروحية والأثرية في المنطقة، والذي يشكل توأمة لا تنفصل ولا تنفصم مع صخور قد ارتفع عليها نور الصليب عندما حدث ووجدت الملكة هيلانا الصليب المقدس في أورشليم. وبدوره رد صاحب القداسة إيريناوس بكلمة جوابية جاء فيها: من شوي وصلنا من دمشق، وصلنا على مدينة ما توقعت بجمال هالمدينة، والأحلى من هيك الشعب اللي حسيت إنه كل شخص منهم حامل الرب بقلبه، وهذا الشيء لازم نحن كلنا نعيشه، وشفت المحبة بوجه كل شخص موجود. أكيد نحن نعرف هالمكان المقدس، وبالنسبة لنا كتير مقدس لأنه القديسة تقلى عاشت هون، وبالنسبة لنا القديسة تقلى أكيد بالنسبة لنا شيء كتير كبير. فرحتي الكبيرة أنه زرت هالمكان المقدس حتى ناخذ بركة القديسة تقلى وناخذ بركة الشعب المؤمن الموجود بهالمدينة. في الختام قدم قدس الأرشمندريت متى رزق عصا رعائية لصاحب القداسة الذي قدم بدوره للدير أيقونة والدة الإله. بعد ذلك قدمت كوكبة من أطفال معلولة أناشيد باللغة الآرامية: تدخل حلت بركتها وبتوبة تباريخ الناح، تدخل حلت بركتها وبتوبة تباريخ الناح، معلولة بوثا الكتشة عفلو الدهر خطيبة، معلولة بوثا الكتشة عفلو الدهر خطيبة، يا دير بحن الشنة شحلو ما قومك أنهير، يا دير بحن الشنة شحلو ما قومك أنهير، كتلة ومشحة ونورة بمدة ورهبو وطيبة، كتلة ومشحة ونورة وطيبة. ثم انتقل الجميع إلى صالون الدير والتمس الشعب المؤمن بركة صاحب القداسة الأبوية. أما المحطة الثانية فكانت عند بلدة صيدنايا التي قرعت أجراس كنائسها وديرها العجائبي ابتهاجا بقدوم صاحب القداسة وصاحب الغبطة. في باحة الدير الخارجية أعد أهالي البلدة استقبالا شعبيا بمشاركة إمام مسجد مدينة صيدنايا فضيلة الشيخ عبدالله إسماعيل، مدير الناحية السيد محمد الشحيمي، رئيس بلدية صيدنايا الدكتور عبدالله سعادة، رئيس الدير سيدة صيدنايا البطريركي الأم فيبرونيا نبهان، والأخ أخوات الراهبات، كهنة مدينة صيدنايا، رئيس جمعية القديس جواجيوس للروم الأرثوذكس السيد نبيل كحلة، وفعاليات وحشد كبير من المؤمنين.
وعلى وقع عزف مراسم دير سيدة صيدنايا البطريركي، اعتلى صاحب القداسة البطريرك إرناوس وصاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر المنصة في باحة الدير وسط النشيدين السوري والصربي. بعد ذلك دخل صاحب القداسة وصاحب الغبطة إلى كنيسة الدير وأقاما صلاة الشكر على نية مؤمني كنيستي صربيا وأنطاكيا. وألقت الحجة ماريا معلوف كلمة نيابة عن الأم فيبرونيا نبهان قالت فيها: أبتي الجليل، إن حضوركم الميمون يعيد إلى الأذهان قصة القداسة، قصة بناء هذا الدير عندما ظهرت السيدة العذراء مريم ورسمت ملامح هذا الصرح المقدس، وأنتم اليوم توطدون ملامح الإيمان والمحبة وتكملون مسيرة القديسين والأنبياء. ومن ثم ألقت الطالبة جيسيكا فرح من بنات الميتم كلمة ترحيبية طغت عليها لغة التأثر، وبدوره رد صاحب القداسة إيريناوس بكلمة جوابية قال فيها: العالم الأوروبي هني بيشتغلوا بناياتهم وشركاتهم، بس ما عندهم اللي عندكم اياه. انتوا هون، انتوا عندكم القديسين، عندكم اماكن مقدسه هني ما عندهم اياها، وهذا لازم تفتخروا فيه. ذات انك هيفعل غصبا كوني مدارو وكو ذلك داروي كوي زناتش ناش جيوت darovi Božji koji nam pomažu da svoje nevolje doživimo i preživimo blagodareći onome što dobijemo koji svetinja od Gospoda našeg. Nam je atana ja Rab, nishkuru alayya, bas ana bedi shkuru al-yom an ni'me ni mawjud baynatkum, wa khususan ni zirt al-balad al-muqaddas wa shift al-sha'b al-tayyib wa al-amakan al-muqaddas hadi barki kteer kbir ilay. ما بتوقع اني ولا مره عشت هيك، حسيت هيك مشاعر. بعد ذلك قدم صاحب القداسه قنديلا للام فيبرونيا التي بدورها قدمت له ايقونه العذراء مريم، وجال في ارجاء الدير وسط انشاد التراتيل وعزف مراسم دير سيده صيدنايا. وفي ختام هذه المحطه التفقديه انتقل الجميع الى صالون الدير والتمس الشعب المؤمن بركته الابويه. أما المحطة الثالثة في هذا اللقاء السلمي فرست عند سفارة جمهورية صربيا في دمشق، حيث تفقد صاحب القداسة وصاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر مقر السفارة في دمشق. كان في استقبالهم إلى جانب القائم بأعمال السفارة الصربية في سوريا سعادة القنصل الفخري لصربيا في حلب السيد سارجون لياس، رئيس مجلس الصداقة الصربية السورية السيد جمال الزعبي وطاقم السفارة. وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط صربيا بدولة سوريا. وفي كلمته أعد القائم بأعمال السفارة الصربية في سوريا سعادة السفير ميلان فياتوفيتش مقاربة بين الوضع الدائر في كوسوفو وبعض المناطق في سوريا التي لا زالت تنال منها يد الإرهاب، مشيدا بالعلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين والتي بقيت مستمرة وبتماسك شديد رغم الحرب الأليمة التي ألمت بسوريا.